تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة استضافت مؤسسة إنجاز البحرين حفلة تكريما لجميع الشركاء والمتطوعين تقديرا لجهودهم المتواصلة خلال العام الماضي في تقديم الدعم وتمكين رؤية المؤسسة في تعزيز إمكانات ومهارات الشباب البحريني. وحضر الحفل سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والجهات الراعية والمتطوعين المتميزين. وكرمت سموها أكثر من 300 من الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا بشكل كبير في دعم برامج المؤسسة وتمكين شباب المملكة وإعدادهم ليصبحوا قادة الغد. وكان من بين المكرمين 22 عضوا من مجلس الإدارة و27 شركة راعية و250 متطوعا. اليوم نحتفي ونكرم متطوعين جاز البحرين اللي قدموا البرامج في خلال العام الدراسي الماضي. ما شاء الله هذه السنة احتفينا بأكثر من 3000 متطوع. نشكرهم ونشكر وزارة التربية على الدعم اللي قدموه والشركات الداعمة لمؤسسة إنجاز البحرين. العمل التطوعي عندنا في البحرين من الأساس هو يعني عمل وطني ونفتخر به ونشجع المتطوعين أن يعطون من خبرتهم إلى الطلبة وينقلون خبرتهم إلى الجيل القادم. مؤسسة إنجاز هي اللي عطتنا الإنسبيريشن وعطتنا الشغف اللي تخلينا نقدر نعطي كل ما عندنا. برنامج الشركة اللي كنت واحد من المتطوعين فيه هو برنامج مو بس one way، هو برنامج حتى أنا كشخص كفولنتير علمني وايد أشياء. هو مدرسة في كل دقيقة في كل ثانية أتعلم فيها شيء جديد. تطوعي كان مع إنجاز لأني شفت أن هذه البرامج اللي يقدمونها هي نوعية، هي مهمة، ويساعدني بعد أن أنا أنخرط أكثر في المجتمع وأن أنا أعطي ديرتي الحبيبة البحرين مثل ما هي عطتني. سمو الشيخة حصة يعني مو مقصرة معنا، من البداية كانت موجودة ومن البداية شايلة راية إنجاز. فإنجاز شيء وايد مهم بالنسبة لي. فمع الوقت مع السنوات طبعا صرت المين كوردينيتر في شركة بابكو، والحين عم امباورينج مور اوف الفولنتيرز يجون على اساس انه يحملون راية إنجاز من بعدنا. مشاركتنا في إنجاز تسمح لنا ان احنا نوصل الى الجيل القادة الجديد، ومنها ان احنا نعطيهم مهارات اللي يحتاجونها حق سوق العمل. احنا فخورين جدا بتعاوننا مع إنجاز ونتلقب ان نكون مع إنجاز في البرامج الجديدة.